جيبي لي واحد. يراد لي واحد. هذه الصورة أيضا الرجل كبير بالعمر، بس مع الأسف الصورة هي غير واضحة، لأنه اللي التقط له صورة ما كان يعني الحجي ما كان يدري. هو رجل كبير بالعمر بالمنطقة القادسية، دائما يتجول بالبايسكل ويستخدم البايسكل، والبايسكل طبعا هو مو من بايسكلات دوسلها، لكن هو أكيد يعني صار عنده حافز من بعد الحملة. وهذه آخر صورتين للشباب اللي بعثوا لنا صورهم. هذا شاب هو دائما يستخدم الدراجة، هو نفسه لكن بالصور يعني بأكثر من صورة، لأنه دائما يقول لنا أنه أنا دائما أستخدم البايسيكل بروحاتي للمدرسة وروحاتي للشغل. هسه وين نروح؟ خلينا نروح للنجف. نروح للنجف. خلينا نروح للنجف حتى نتعرف على مجموعة من الأشخاص اللي راح ينضمونا من محافظة النجف الأشرف. كنا بالنجف حملة دوسلة، شنو رأيك بالبايسكل فائدة؟ والله بايسكل فائدة رياضية، خلص من الزحام مال السيارات، وصديق البيئة، خلص من التلوث البيئة مال السيارات، وقلل من مصروفنا، واختصر بالطريق، كما بدنا ما نروح ونجي مسافة تصير 5 كيلوات هاي ربع ساعة، وأنا أشكر قناة الشقيق على مبادرة حلوة، وأشكر سعد البزاز. والله فوائد البايسكل رياضة، وصديق البيئة، وبفوائد هواية ما بي مضر. وخلصنا من الازدحامات، صديق البيئة، وننصح كبارنا وصغارنا بأن يستخدمون البايسكل أحسن من السيارة، وقليل المصرف يعني ما بي مصاريف هواية. والحمد لله أنا نشكر قناة الشرقية والأستاذ سعد البزاز على هاي المبادرة الجيدة من عنده. والله أول شيء يعني يفيد للرياضة يعني قوة للجسم، وثاني شيء يعني قلل من الازدحامات. أنا بالنسبة لي أنا حي بعيد، أجي من حي الحي الثانية أشتغل، يعني إذا أجيب سيارة ما ألحق، مو شغل مولد يعني، مرات اوصل على الوقت، مرات قبل الوقت، مرات اتاخر يعني. فاذا بايسكل عدي يفيدنا اجي يعني قبل الوقت. وثاني شيء يعني هو صديق البيئه، يعني يقلل من التلوث، ويعني ننصح الكبار والصغار يستخدمون بايسكل لانه هو بعد قوه للجسم. ونشكر قناه الشرقيه ونشكر سعد البزاز على هالهديه. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر على قناه الشرقيه على حمله تدوس لها، والبايسكل بفوائد رياضيه يساعدنا يخفف الازدحام، يحافظ على البيئة من التلوث، ويوصلنا إلى أعمالنا بسرعة يعني. أي نعم، ونشكر قناة الشرقية ونشكر سعد البزاز على هاي المبادرة الحلوة. نشكر سعد البزاز على هاي المبادرة الحلوة، والبايسكل مفيد للجسم واللياقة ويخفف من الازدحامات أول شيء، ونشكر على هاي المبادرة الحلوة. اي طالب، وخفف هاي على مدرستي، انا مدرستي بعيده، بدل ما اروح انكر ومرات اتاخر اخذ بايسكل واوصل بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر قناه الشرقيه، وان البايسكل به فوائد الرياضه والزحامات السيارات تعرف يعني انا عامل، اذا اصعد سياره اتاخر تلويث البيئه، فالبايسكل مفيد للرياضه ومفيد هم شوي سرنا عن الشغل. والحمد لله واشكر، واشكر سعد البزاز واشكر قناه الشرقيه. وانا البايسكل فيه مثلا اروح الكراوي وشنيت واخسر وهاي الطريق اشتغل والله عمالي، فمن صار عندي البايسكل فاروح انا واجي عليه. واشكر سعد البزاز على المبادره الحلوه، وانا اتابع قناه الشرقيه يوميا. شفنا محافظة النجف انه وزعنا بايسكلات مثلا على مدينة العاب، يعني مكان حلو بتجمع يقدرون الناس انهم يستغلون البايسكلات فيها، بالذات الناس اللي يشتغلون في مدينة الالعاب هنا، اي العاملين بها ينتقلون من مكان الى اخر بدون اي تاخير واي صعوبه، همين بروحتهم وجيتهم للشغل. احمد شنو بعد راح نشوف هسه على الفيسبوك؟ احنا قبل لا نشوف على الفيسبوك خلينا نروح نشوف طبعا خلال الحلقات الماضيه كلها، غير انه عرفنا فوائد البايسكل واهميه البايسكل ونحن لازم نستخدمه، عرفنا من خلال فقره سوالف بايسكل معلومات او مقوله قد تكون احنا ما نعرفها، راح نعرفها من خلال سوالف بايسكل. خلينا نشوف اليوم شو راح نتعرف عليه اكثر، او قد تكون معلومه او مقوله جديدة راح تفيدنا. نروح سوالف بايسكل ونرجع لكم. اكيد.
وهسه احمد شو اسمه راح نروح لمكان ثاني؟ لا راح نزور زياره ثانيه ولا راح تقرا لنا تعليقات على الفيسبوك؟ خلينا نقرا بعض التعليقات حتى لا يزعلون علينا. طبعا اكيد يرسلونا تعليقات. عندنا تعليق من علي صلاح. علي نشكرك انت منور. عمر الصفار، ساره محمد، نور سلام، ودعاء ووردة الياسمين يقول قناة الشرقية روعة حقيقة وبرنامج دوس لها أروع. جويل تقول أتمنى يجون البابل مو بس ببغداد. والله إحنا جينا ببابل وبغداد وكل المحافظات في العراق تجولنا، وإن شاء الله مستمرين بتوزيع الدراجات. عندنا حارث بعث لنا فيديو جدا جميل، كاتب هذا الفيديو بأفضل أفضل سواقين دراجة هوائية، أتمنى تعرضوها في حلقتكم إن شاء الله خلال الحلقات القادمة نعرضها. وعقيل إبراهيم السعيد سما وأكونك هكروك يا قلبي حيد خوشنك هذا، وميمي كول وبوبو النعيمي، محمد العلي يقول برنامج جدا جميل والمقدمين أحلى، بس لو يكون البرنامج في الأقضية والنواحي لأنه المدارس بعيدة وإمكانية محدودة وراح يستفادون من خلال بايسكل كرياضة وكسرعة أفضل. أبو جاسم إحنا كلنا موجودين، يعني أنا خلال جولاتي في العراق رحنا أكثر من ناحية في العراق، عدة نواحي والأقضية، ورحنا على أماكن وناس فعلا هم يستحقون بايسكل، وكانوا يعني جدا فرحانين إنه هم راح يأخذون ويستلمون بايسكلات دوسلها. إن شاء الله إحنا مستمرين إنه نتواصل وياهم. أحمد مصطفى وزهراء البياتي وثائر زيدون، سيف البغدادي أكثر من تعليق كاتب أتمنى تقرون تعليقي. سيف البغدادي تعليقك جدا جميل ونشكرك، هذا نورك وشكرا على متابعتك إن في حلقات دوسلها. لولو كاتي العاني، بشار، والله كلكم يعني شكرا على تواصلكم، ونشكركم وأشكر بعض من الأشخاص راسلين تصاميم جدا جميلة على الصفحة، أشكركم كل واحد يعني سوى هاي تصاميم، وشكرا لمحبتكم ومتابعتكم. طبعا احنا جدا يسعدنا ان الناس يقومون بالتواصل ويانا وانهم مثلا يحبون حلقاتنا، لكن يسعدنا اكثر انه انتم همنا ترسلوا لنا يعني استخداماتكم للبايسكل، بالذات الناس اللي مثلا حصلوا على بايسكلات الشرقيه. بالاضافه الى هذا اذا اكو اي شخص مثلا حاب انه هو يدزلنا فيديو او صور او اشياء مثل ما يعني العديد من الاشخاص اللي قاعد يدزونا اياها، فاحنا بانتظار انه بعد ترسلوا لنا اياها. وهمنا نريد من الاشخاص اللي قاعد يستخدمون بايسكلات الشرقيه يعني يتواصلون ويانا ويقولوا لنا شنو التغييرات، شنو الاشياء اللي طرأت بحياتهم أو تغيرت بحياتهم بطريقة ملموسة، يراسلونا بها ويعرفون باقي الناس على هاي الأشياء. طبعاً هسه راح نروح إلى مكان جديد وراح نتعرف على المزيد من الأشخاص. راح نروح للسماوة، وحيث قامت حملة دوسلها بزيارة أحد المدارس وتوزيع البايسكلات على الطلاب. طبعاً المدرسة أحمد مثل ما دائماً إحنا قاعد نحاول إنه إحنا نوصل إلى المناطق النائية أو الأماكن اللي صعب أن الشخص يستخدم بها وسائل التنقل مثل السيارات أو الباصات وغيرها، لذلك كانت زيارتنا إلى هذه المدرسة اليوم على مود نسهل للطلاب أنهم يروحون إلى مدارسهم بطريقة سهلة، كذلك أنهم يستخدمون الدراجات في تنقلاتهم اليومية. شنو رأيك بهذا الشيء أحمد؟ خلينا نروح لسليمانية وتعرف عليهم أكثر. السماوة. السماوة؟ أي للسماوة. مدرستنا بالجربوعية منطقة أم الهوش، مشي ونتأخر نص ساعة، وإن شاء الله ورا بعد ما جبتونا هاي المبادرة الحلوة باسكلات إن شاء الله ما نتأخر. نشكر قناة الشرقية وبرنامج دوسلها على هاي المبادرة الحلوة. مدرستنا بعيدة ما نقدر نوصل بسرعة، إحنا من منطقة أم الهوش والمدرسة منطقة الجربوعية، فأكثر من الساعة إلا نحاول نوصل المدرسة. كنا منتظرين هاي الدراجات، فعندما استلمناها بعد ماكو داعي ناخذ تاكسيات أو شيء، نوصل للمدرسة ربع ساعة، كنا احنا نص ساعة والله. وش اسمه أهلي كلهم يعني صارت يستعملونها.
مو بس انا حتى اخوي. كانت امنيتنا يوصل برنامج دوسله الى محافظه المثنى، والان تحققت امنيتنا، ونشكر قناه الشرقيه والاستاذ سعد البزاز على هالمبادره الطيبه. نشكر قناه الشرقيه والاستاذ سعد البزاز على هالمبادره الطيبه اللي انقذت طلابنا من المعاناه من الذهاب الى المدرسه. الوقت كان يستغرق تقريبا نص ساعه اكثر شويه، اجتهم هاي الدراجات راح تسهل عليهم الامور، بما انه منطقه تعتبر قريه ما توصلها سيارات تنقيل، فهاي راح تسهل لهم الامور بدراستهم، توفقون بها الوقت اللي يختصرونه بالدراسه هم يفيدهم يعني النقيل. فهاي مبادره جيده ونشكركم، ونتمنى من عندكم ان مبادرات اكثر واكثر، مناطق السماء محتاجه هيك مبادرات، ونتمنى لكم الموفقيه بكلمه الحق وكلمه صادقه. بالنيابه عن اطفالنا اللي يستلموا هسه دراجات، نشكر قناة الشرقية ونشكر الأستاذ سعد البزاز ونشكر برنامج دوسلها. طبعا هاي الدراجات هسه استلموها الأطفال، مو بس لهم، يعني أنا بالنسبة لي كانت أمنيتي أنا أصعد دراجة زين، وكانت أمنيتي أشتري لي دراجة، فهسه مو بس ابني يصعدها، أنا هم راح أصعدها لأنه شوية وزني ثقيل زين. ونشكركم ونشكر الكادر ونشكر الأستاذ سعد البزاز على هاي المبادرة الجميلة، والشرقية مشهودة لها بهاي المبادرات الحلوة. بس هو قاعد تجينا هواي تعليقات. طبعا نشكر ابراهيم الفراجي اللي قاعد يتواصل ويانا على الفيسبوك همينه، واحمد اذا تقدر تشوف من الايباد هم ارسل لنا صور ومشاركات ان شاء الله نعرضها. احمد قريت هواي تعليقات. طبعا قريت هواي تعليقات قاعد تاخذ من الوقت، لكن اهم شيء انه كل الناس مثلا اللي ما قرينا تعليقاتهم او اللي ما قرينا مشاركاتهم طبعا يعني لا يزعلون من عندنا، لان تعليقات كلش هوايه، نتمنى ما تزعلون من عندنا. لكن اكيد بالحلقات القادمه انا اوعدكم راح اقرا تعليقاتكم اكثر ان شاء الله، بانتظار تعليقاتكم، بانتظار ايضا اقتراحاتكم، استفساراتكم، صوركم، فيديوهاتكم اكيد اللي تخص عالم البايسكل وحملة دوس لها. شاهدنا طبعا انضمام بعض من العاملين وطلبة اللي موجودين في محافظة السماوة، ومن السماوة هسه راح نروح إلى سليمانية، راح نروح تحديدا في جامعة سليمانية، راح نشاهد مجموعة من طلبة كلية الإعلام في جامعة سليمانية، أستاذين أيضا أو دكتورين مشاركين ويانا أيضا في الحملة ويا بعض من الطلاب، وأكيد هذول الطلاب راح يظلون يقتدون بهذول الأساتذة اللي راح ينضمون إلى حملتنا من خلال استخدامهم بالبايسكل إذا كان داخل الجامعة أو خارج الجامعة بتنقلاتهم تجولاتهم في مدينة سليمانية. خلينا نروح لسليمانية نتعرف عليهم أكثر وشو ممكن راح يستفادوا من البايسكل، وأيضا حدثونا عن أهمية فوائد البايسكل بالنسبة لهم.